السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وبصحه لاباس. جيت لكم البنات بواحد الفيديو جديد، غنبارطاجي معكم واحد الفلوق حتى العشيه حتى الليل، غير حيتاش شفت واحد المحل جاب شي معينات فنين، داكشي بريستيج وداكشي زوين وداكشي ديال الدوغي اللي كيبغيو الناس فنين، خصوصا ديال الصالون، يعني شي حويجات اللي هما بريستيج. وغادي نوريكم حتى داكشي ديال المواد الغذائيه كاينين الصراحة زوينين. هذا البنات دخلت هنا، كنت دخلت عند الهري غادي نسولو غير على ود الطحين، صافي قال لي ماكا عيونش، غادي نخرج في حالاتي ناخد غير الفرماج كونفيتير وغادي نخرج انا فحالي، وغادي نوريكم هاد المحل اللي قلت لكم عندو داك الشيفان. خليكم مع الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم بزاف على الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم ويعجبكم، والى عجبكم خليو لي شي كومونتير اللي هو يكون زوين. هنايا دابا هادي زوين، داخل تاع والله هي ديال لافابو الداخل صراحة زوين. هذا هاي جلد الحمام زوين، هادي شوف هاد الماء مبقاتش عندو بزاف، مبقاش عندو كان عندو بزاف. سيري على البرد ياك، سير جينا هنايا لهري دابا نتفضل. خويا كاين الاتقان 5 كيلو شحال داير؟ لا الاتقان لا ناخذ كوبيتين الجاري الحلويه كلشي هذاك كلشي اللي زعما استمعي. جيت نوريكم كود كور، شوفوا البنات شحال زوينين. ها انتما هاد راه الصغيره مش شحال هادو، واقيلا 65 ولا 165 165 حس المويه ديالهم 230 درهم. هادي المباخره، وهادو فاش كتحطو داك لي بومبو ولا كتحطو داك هذاك، لا ماشي تاع المكسرات، الورد الجاف، الورد اللي كتكون فيه الريحه، كيجيو الصراحه زوينين. شوفوا البنات هاد الشكير شحال زوين، كلهم في الطوغي بالنسبه للبنات اللي عندهم في الطوغي، كلشي في الطوغي. انا نوريكم دابا كاين حتى في الشيبي وكاين في الكحل. ها انتم البنات كاينه هادي، هادي معين فهاد فيها هاد ستيل دير بحال الدونتيل هنا ديال النحاس، 300 درهم الطباسيل ديالها. كاين عاوتاني هادي مربعه من هنايا كدير 330 درهم، ولكن الستيل ديالهم زوين. كاينه حتى هادي راه سادهم هو باش ما يتحلوش. هادي ديال مبخره حتى هي فنه، شوفوا شوفوا شحال زوينه وتقيق لينا البنات صراحة. اللي كتبغي الدوغي يكون فحكاني في الصالون صراحة كيجيو زوينين. ها هما هادو ديال الكيك، ها هما هادو ديال الكيك، ما بغيتش صراحة نجبدهم حيتاش راه غير حاطهم 145 درهم. ها هي الكبيرة ديالها، انا غنوريكم دابا فيها. ها هي الكحل، شوفوا هادو شحال زوينين. الكحل ديال الكحل بحال الرمادي، ماشي حتى الكحل، اللون ديالها الصراحه زويون. ها هي هذه في البيج، داخل فيها حنايا الدوغي، جا اللون اسورتي معاها، جا زويون. هادو ب 60 درهم، ها هما جوجهم ب 60. هاد السير ب 60 ولا خد اختي؟ اه هذا ب 60 هذا ب 60. كاين هذا ديال الشكل وريضه وكاين هاد الشكل هذا، صراحة جايين فنين. هادي 110 درهم، ها هي بحال اللي شفنا هاديك قبيله، وكاينه هادي في الشيبي. شوفوا البنات ضربوا لي الالوان واعرين، هذا الرمادي اللي قريب للكحل وهذا الشيبي، الوان واعرين وشكيلات فنين. ها هي مبخره، مبخره زوين، انا حمقاتني. ها هي البنات كديروا التمر معمر باللوز ولا بالقرقع ولا هكاني كعب غزال، وداك الشيء كيجي الصراحه زوين. دوك الحلويات انا صراحه حمقوني، صبرهم لكم من البعيد
لحقاش هكا كيبانو من بعيد زوينين. شوف البنات هي في البيض ما تبانش لكم مزيان، ولكن في البيض راه زوين. بغيت نوريكم البنات حتى هاد الوريضات هاد راه جابهم زوينين. شوفوا البنات راه كاينين كاع لي كولور، راه زويونين الكولور ديالهم زويون. شوفوا هاد الموف حتى هو زوين، هذا كيعجبني انا اللي كيكون في هاد الحجر ديال البحر كيكون زوين. كاين هذا حتى هذا ديال بلاستيك وهذا ديال الزاج. كاين هاد الشكل اللي فيه القليبات وكاين هاد الشكل هذا، ولكن انا كيحمقوني هذا. كاينين حتى هادو هما الثمن ديال المر ديالو هنايا لتحت 40 درهم. هذا اللي فيهم هذا ديال البحر ب 40 درهم. يعني راه كاينين الشكيلات والالوان، ها هما هنايا. الصراحه زوينين كيجيو في الكوزينه، كيجيو فني. ها هما البنات هادو كيجيو في القنيتات، هاد راه كبارين كيجيو في القنات كيجيو فنين. كيسحب لك غاديه بصح مرا ديال البلاستيك. ها هما صغيورين كيكونوا هادو في الكوافوز ولا في الجنيبات ديال شي طبيله صغيره هكا كتكون في الصالون. كيكونوا صراحه كيوت وكيجيو زوينين. ها هما هادو مدورين هنايا وهادو مربعين، يعني مدورين طوال. هادي زويونه حتى هي هنايا زاج. فاش كتحطي هذيك ديال المبخرة هذيك الجمار مع داك العود كتعطي ريحه زوينه صراحه. عندو الوينات فني. شوفوا البنات هاد الغوز، هاد الموف تا هو زوين. انا جاي وهني لبس الماكلة البنات، هي صلصة الصوجة. صراحة هادي كتبان زوينة، غادي نجبدوها ونشوف هادا كتهانتي شحال زوينة. هاهي زوينة هاد وفيها بزاف، يعني راه وافية. هاد الماركة الصراحة كتكون عيانة بلا ما تجربوها، كتكون مرة ما كتكونش مالحة. النيتيلا ديال الكيلو 85 درهم. هاد الشكلاط ديال ماروخا، هذا المايونيز ديال كرافت، هنا باينه 22 درهم. هذا عسل صغير. وهنا كاين القهوه. كي قلت لكم هاد السوجه هادي ما بنتشربوش هاد الماركه حيت كتكون عيانه، يعني كتكون مره ماشي مالحه. كاين هاد الشكلاط راه كبير 25 درهم. هنا كاينين لي صوص البنات هما، وهادو العطري ديال الشاورما وديال البسطيلة والكروفات. هنا الحمص صراحة كاين كلشي. هدا قالي 17 درهم الطعم، هذا صراحة اقتصادي زوين. هذا راه مرخص هو هنا. أما البنات هاد السباتيلات هادو 240 12 درهم. هذا راه السيليكون، هانتوما كاينين صراحة هنا كاع الشكل. هما البنات الكاشير هذا سميتو فاتين. هانتوما هادو المواد النظيفة هو ابيسي البنات زوين. 3 كيلو هذا، وكاين ديال الكيلو كاين 9 كيلو. 9 كيلو تيدير 2200 110 درهم. زوين فن، باقي طري، باقي جديد. قلت لك باقي طري، باقي جديد. هذا فينيش الصراحه هاد مانين التخفيض، راه عندهم هاد البرودوي واعرين ديال برا. ها هو هاد فينيش. هذا البنات راه الريحه ديالو كتحمق، هذا واعره الريحه ديالو. هذا الريحه ديالو واعره. كاين في هاد السرق وكاين في الغوص وكاين حتى في الخضر والبيض. كاين هاد فلوطا، هذا باقي لي فيه غير كيلو. هذا فيه كيلو رابع تقريبا 300 غرام. كاين هذا ديال الحوايج الكحلين، ها هو صراحه جربوه موارين. هذا حتى هو الريحه ديالو زوينه. هذا ديال بحال التيد، هذا بحال التيد حمر خوه. غير هذا في السائلين انا بالي 75 واقيلا 75، لكن واعر. ها هو البنات فرونز هاد الماركه حتى هي زوينه. هذا هو هذا، هذا ب 70 درهم. نفس ديك الماركه هذاك راه سميتو معطر، هذاك معطر هذاك يتصبنوا بالحوايج.
هاد الحوايج بايضين، هاد الحوايج هو لكن راه هو غير داير بحال اريال، هاد الماركه بالضبط كيسحب غير اريال. زوين هاد فلوطة، هادا ها هما البنات كلو ثمنو هذا 95 درهم، الاخر هذاك راه قل. هاد الليموني هذا، هاد الين راه بوحديتو، وهذا تا هو بوحديتو 95 درهم، ولكن اسمي زوينين. وصافي البنات، هنايا كنت الصراحه جيت للدار ودرت الحريره، يعني كنت ديجا وجدتها في العشيه ورجعت سخنتها، وحنا دابا كنديروا العشاء ديالنا. صراحه هاد البرد ما يصلح ليه غير للسوب والحريره، الحريره البلديه هذه، الحريره البلديه ديال البلبوله الصراحه كتجي غزاله بزاف، وكتكون خفيفه على المعده، يعني بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الثقل هذه زوينه بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا.